أنا شفت فيديو الحين لمواطن كويتي دخل مصر راح إلى أسيوط عشان بس يصور السعير ويقول إن هالناس كانوا عندنا بالكويت ويأخذون رواتب 190 دينار و 160 دينار، إيشون يشتري هذه السيارة ومن أين لك هذا؟ أنت مو شغلك يا أخي، والله العظيم أنتم فشلتونا، يعني كافي كره، كافي كرهتوا العالم كلهم فينا. أنت تحمد ربك أنك طلعت أساسا من أسيوط، أنت لو ماسكينك بأسيوط كان محنطينك عرفت وحاطينك في مقبرة، وبعد 1000 سنة يمكن حفيدي أنا قاعد يصورك وهم مطلعينك. لهالدرجة الحقد ولهالدرجة السواد والقلب الأسود، يعني الواحد مو عارف شلون يعتذر لهالشعب اللي فعلا عانى كثير جدا معانا إحنا بسبب العنصرية المتواجدة عندنا، وأكثر شعب عانى فيها هو الشعب المصري، عنصرية تجاه الشعب المصري بشكل غير عادي من الألف إلى الياء. وأقولها 1000 مرة، هالأشكال يا جماعة لا تمثل الشعب الكويتي، هالأشكال إحنا قاعد نعاني منها بحياتنا اليومية هني